من منا يستطيع أن ينسى نغمات هذا العود الطرب وهذا الصوت الممتع في بحبوحة الأغنية اليمنية واللحجية بخاصة؟ نعم، الراحل فيصل علوي في مسامع الذكرى لا يرحل ولا ينسى. إنها الذكرى 11 لرحيل الفنان فيصل علوي الذي أثر الساحة الفنية بصوته الجلل وبأغانيه الرائعة التي استمتعنا بطريقته التي كانت مميزة دائما وحاضرة. يا غايب وزاد الفراق، أنا للقى مشتياق، فرحني الهوى هيبيب وخايف فراقك، يفرحني الهوى هيبيب وخايف فراقك. اليوم لدينا فعالية الذكرى 11 لرحيل الفنان الكبير فيصل علوي. فيصل علوي اقترن اسمه بالأغنية اللحجية وبالشاعر والملحن الكبير الغمندان، وفيصل علوي اشتهر بغناء الفن اللحجي وتلحينه او لحن اغاني كثير، وقنا الاغاني اللحجيه يعني بالشعراء وملحنين كثير، وارتبط اسمه باسم اللحج وباليمن عموما، يعني قنا كثير من الاعمال الصنعاني والحضرمي وكثير واليافعي وكثير من الانماط. بعوده الرنان دندن متع وأمتع سطر الفرح بحضوره وبهجته، كان دوما متميزا بأسلوبه وبملابسه بدقة العود وبأغاني. الفنان فيصل علوي كان هو بمثابة البوتقة التي ذابت فيها كل الألحان والنغمات الموسيقية اللحجية السابقة، والذي أعاد لها الروح وأعاد تشكيلها وبث فيها الحياة ليوصلها إلى جمهوره العريض في الأغنية، قصدي في الجزيرة والخليج والبلد وفي الداخل. يعني أبرز ما أتصوره في أن يكون له هو العناية بما خلفه يعني من آثار، والعناية بما قدمه من الألحان، وهذه يعني أقل شيء ممكن يقدم لذكرى هذا الرجل. وأنا أنتهز الفرصة هذه في مناسبة احتفائنا بذكرى فيصل علوي، ونحن نحتفي بذكراه لا نحتفي برحيله، عادة نحن نحتفي بالذكرى ذكرى رجل كان مخلصا في أدائه لهذه الأعمال الفنية. نموت فنرحل وتصبح الذكرى يتيمة بعدنا، لكن يموت الفنان فيحيا فنه، خاصة إذا كان الفرح هو سمة فنه. وفيصل علوي لم يرحل، وإنما استوطن قلوب محبيه ومعجبيه بفنه الذي لطالما لم تنساه أبدا أجيالا قادمة تبحث عن أصالة الفن.